ما كاينش شي حولي في سبليون ساوي 150 دولار ولا 180 دولار. طب ديال الحواله، طب ديال الحواله داير 1800 درهم حتى 2000 درهم هاد السنه هادي. وما نحتاجش نقول لكم شكون هاد المستوردين حيت كاينين منهم ناس في البرلمان. انا اللي ضرني في خاطري هو الالتزامات اللي دارت الوزاره مع هاد الناس هادو، والشروط ديال الغنى اللي عطاتهم. يعني كتقول لك هاك تغنى، هاك تغنى. دابا هاد المستوردين هادو اللي كيجيبوا الاغنام العام كامل هما ناعسين. الوزاره قالت لهم، قلت لهم غنعفيكم من الضرائب، من الضريبه. حلوه، قرار واعر، شكرا، مشكوره، كتفكري في الشعب. غنعفيهم من الضريبه، غنعفيكم من القيمه المضافه، الله يكثر خيرك، غادي نعفيكم من الجمارك، يعني حتى الجمارك ما غيهضروش معاكم. ولكن نعطيك 500 درهم على كل راس جبتيه. علاش؟ راكي درتي معاه التزامات زوينه، اللي عنده الشكر وعنده الفلوس يمشي يجيب من اسبانيا وغيربح معانا. انت زدتي 500 درهم، هو كيدير ديك 500 درهم بحال اللي عطيه ليه با، ما عطيش ليه الدوله على وديتنا حنا ومن فلوسنا حنا باش حنا يتعامل معانا، وكيبدا يبيع للمواطن كانه مستبدل من هاد الثلاثه هاد. شوف كي كنترعد وكنرجف بالخوف، خصوصا ملي خرجوا لي دوك المؤثرين ديال درهم، والصحافه ديال جوج درهم كتهاجمني حيت اصرف بالمدن. خرجوا قال لهم الحولي سوي 100 درهم. هذا فيديو ديال السنه اللي فات، هذا الموضوع ديال هاد الساعه اللي كلشي كيبارطاجيه، والتاريخ ديال الفيديو صورته العام اللي فات. وغادي نقول لك واحد المساله، راه داك اللي كيدفعوكم تخرجوا تقولوا بحال هكذا وتقولوا داك انزلاقات اسراف وتكرار، وشوف هاد الحماق اش كيقول، شاد بائس شنو تيدير، راه كيتصلوا بيا وامنيتو بغي نجاوبهم هادو اللي دافعينكم. وغنوجه رسالتي من هاد المنبر هذا لواحد الاشخاص اخرين اللي مسؤولين ومن المفروض عليهم يدافعوا على المغاربه اللي مصوتين عليهم وحاطين في قبه البرلمان، وكيتصلوا بك باش يدافعوا على الاصدقاء ديالهم اللي في البرلمان اللي كيصوروا الاغنام، وما حتاش نذكر اسمائهم، وباش ما نكثرش بزاف باش ما يفهموش راسهم، خصوصا الناس اللي اتصلوا بيا باش يهضروا معايا بهذا الشان، اللي كيقول لك اجي ونشوف ونوريوك لي فاكتور ونوريوك ونوريوك. ردوا البال. غنعاود نهضر في هذا الفيديو على الاغنام، وغنعاود نهضر شحال كتجيبوا لحولي، وبالتالي حيت انا ملي كنشد القران وكنحلو وكنقرا فيه جمله معينه، ما كنتسناش التفسير ديالها، كنتسنى شي واحد يجي يفسرها ليا بشي شي حاجه من الحوايج. القران منزل لا نقاش فيه، والاشياء اللي واضحه لا نقاش فيها كذلك. صدق الله العظيم، وغندخل معكم في الموضوع ديال الحولي وشنو غينتج عليه، وماشي ما فيها باس نقول لكم شكون كاع اللي كيجيبو من المسؤولين اللي هما في قبه البرلمان. ما نذكرش اسمائهم، ولكن ديروا في بالكم بانهم راه هاد المسؤولين هادو راه ما عندهم حتى علاقه بالاغنام، ما عندهم حتى علاقه بشي حاجه، عندهم علاقه غير بفلوسهم اللي في جيبهم والشكاره اللي عندهم. جات عيد كبير، غيستغلوا هاد الفرصه هادي. ودابا غادي ندخل معاك في حيثيات هاد الموضوع هذا، تلقى معايا ودنيك مزيان. وكنتمنى تم دوك البؤساء ودوك الصحافه من بعد هاد الفيديو عاوتاني يخرجوا يكتبوا. عمري ظنيت من نفسي نخرج نجاوب شي صحافه، ولا خصوصا الناس اللي عندك في لونتوراس كتقول زعما يبقى داك الاحترام وداك الجو ديال، الا انهم كيخرجوك على السيطره بعض المرات. خليني نبدا في الموضوع. ودابا طلق معايا ودنيك اخويا باش نقدر نشرح لك مزيان. دابا وزاره الفلاحه خرجت لنا البلاغ كتقول لنا فيه انها غادي نوجه لكم العيد هذا العام هذا الاسواق اللي هو 34 سوق على المستوى الوطني 3 مليون ديال رؤوس الاغنام هو اللي تم الترقيم ديالهم. يعني العيد غادي نعطيك انا من من من, من داكشي اللي عندي 3 ديال المليون ديال الاغنام. ملي كنقول اغنام راه كنقول الحولي وكنقول لك الماعز، يعني بجوج، يعني راه ماشي غير اي حاجه داخله في السنه اللي كيعيدوا بها المغاربه راه غتوجه الاسواق 3 مليون. هو في الاصل ما كافيش، وعندك مشكل اخر واخا يكون كافيك وعندك الاكتفاء الذاتي، دير في بالك بان انا خرجتي واحد العدد كبير غطيح في واحد المشكل من بعد العيد، خصوصا مع الجزاره والاخر غيطلع السوق. علاش؟ حيت غنبداو نحتاجو عاوتاني الاغنام. هنا المربط الفراس والكارثه اللي غادي تجيكم هنا المستقبل، واللي انا ما بغيتش نطيح فيها. انا بدوري هنا كندير كصحفي كنهضر بهذه الحرقه هذه، كنقول الا وعسى تسمعني شي اذن صاغيه ودير شي مجهود ودير شي باديره، دير شي دعم احسن من هذا. مثلا دابا الدوله شنو دارت مع هاد الناس هادو اللي كيجيبوا الاغنام من اسبانيا، وغنعطيكم عاوتاني الدليل شحال داير في اسبانيا. وعندي اتصال هاتفي من عند السيد كيقول لي اخي اسراف ما كاينش شي حولي في سبليون ساوي 150 دولار ولا 180 دولار. طب ديال الحواله، طب ديال الحواله داير 1800 درهم حتى 2000 درهم هاد السنه هادي. انا غنقول لكم الاكراهات اللي تعرضوا لها هاد المستوردين، وما نحتاجش نقول لكم شكون هاد المستوردين حيت كاينين منهم ناس في البرلمان برلمانيين ومن حقهم مالي الشكر عندهم الفلوس. انا اللي ضرني في خاطري هو الالتزامات اللي دارت الوزاره مع هاد الناس هادو، والشروط ديال الغنى اللي عطاتهم. يعني كتقول لك هاك تغنى، هاك تغنى، ما كاينش ديك المساله ديال نفتحوا باب ونديروا مثلا انا غنجيب 1000 حولي من اسبانيا غتعطيني عليه 1500 درهم
دير في المال كل راسة تعطيني عليه 500 درهم عطاش كمثال. والكساب المغربي دابا تبع معايا باش نزيد نشرح لك اكثر غنوضح لك غير بالخشيبات. دابا هاد المستوردين هادو اللي كيجيبوا الاغنام العام كامل هما ناعسين خدامين مع قرارات البلاغه ديال كيستهدفوا هادشي ديال الوزاره. الوزاره قالت لهم غنعفيكم من الضرائب من الضريبه حلوه قرار واعر شكرا مشكوره كتفكري في الشعب غنعفيهم الضريبه غنعفيكم القيمه المضافه الله يكثر خيرك غادي نعفيكم من الجمرك اللي حتى الجمارك ما غيهضروش معاكم اوه والله زعما شوف خيرك ما ننساش وزاره الفلاح ولكن نعطيك 500 درهم على كل راس جبتيه علاش راكي درتي معاه التزامات زوينه اللي عنده الشكر وعنده الفلوس يمشي يجيب من اسبانيا وغيربح معانا انت زدتي 500 درهم وهو كيدير هذيك 500 درهم بحال عطيه ليه با ما عطيش ليه الدوله على وديتنا حنا ومن فلوسنا حنا باش حنا يتعامل معانا وكيبدا يبيع للمواطن كانه مستافد غير من هاد الثلاثه هاد. وبل اكثر من ذلك شنو هما الضمانات عند وزاره الفلاحه اليوم قدام هاد المستوردين؟ انا كنطرح السؤال شنو هما الضمانات عندك انت ملي تطلبي من هاد مالي الحواله يجيبوا لك الحواله وانهم يبيعوهم في الاسواق ديال عيد الاضحى يستهلكوا الناس في عيد الاضحى؟ شكون قال بان الحولي مدعم من فلوس المغاربه من فلوسنا من رزقنا غيشدوه غيدخلوه وغيحطوه في الكوري ويفوت العيد الكبير ويخرجوا يبيعوا الحجاج والعراسات لي تريتور 5000 درهم للحولي بطبلته مقاد ومصاوب نص حولي طبله ب 5000 درهم. شكون قال شنو هما الضمانات ان هاد الناس ديال البرجوازي وهاد الناس العراسات وهاد الناس الحجاج من غيجيو غادي ياكلوا الحولي مدعم من طرف الدوله من طرف الشعب من طرفنا حنا مع هاد الناس هادو الموردين وغادي نقول لا الشريف وقيلا كنغلط عندك الضمانات وغيدخلوهم وغيبيعوهم في الاسواق. شنو هما الضمانات ديالك انهم يبيعوهم بواحد الثمن؟ اليوم ملي كنهضروا على الورش الاجتماعي واحصاء المغاربه باش نوجدوا لهم الدعم علاش ما كانش التوجيه ديال الدعم تعطيه 500 درهم بشكل مباشر ونعرفوا الفقراء اللي ما قادرينش يشريوا الحولي؟ علاش الدوله ما تكلفش هي بالاقتناء ديال الاكباش كوزاره الفلاحه؟ ياك عندك ميزانيه وخصصتيها باش تعطيها لواحد ثلاثه ولا اربعه ديال الناس اللي يدخلوا لنا الحواله وحنا عارفين اسمائهم علاش انت ما تقوميش بهذه المبادره هذه وعندك وزاره الداخليه في اطار التواصل ديالها تقول لك شكون هما الفقراء ديال المغاربه واعطيه بشكل مباشر الحولي؟ ياك درتو الاحصاء للمغاربه في كورونا وعرفتو وجهتو لهم الدعم ياك كديروا دابا الاحصاء ديال امتضامون وديال 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 ديال التغطيه الصحيه والدعم الاجتماعي هذوك الناس اللي عندهم الدعم الاجتماعي وانتم عارفينهم عدد الفقراء ديالهم الميساج اللي كيوصلهم في تليفونهم كيقول لهم راكم توصلتوا بالمبلغ الفلاني ما قادرش يجيهم ميساج يقول لهم دوزوا قشاني الحولي ديالكم بالثمن الفلاني غتخلصوا غير واحد المبلغ راه الدوله غتزيدكم داك المبلغ ويمشي قشاني علاش كنساهموا في غنى ديال واحد الاشخاص اللي تزادت الغنى ديالهم واللي هما اصلا اغنياء ودابا غادي يدخل معاك الحولي بشحال داير في اسبانيا والدليل هو كتشوف فيه فيديو بصوت وصوره سكرين من مواقع اسبانيا واللي الثمن باقي هو كيقول لك بان الثمن 34 كيلو الفوق ديال ميرينوس ما كيديروش لك الثمن الكيلو ما كيحس ما 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 يعمرش راسو معاك بالكيلو علاش حيت ملي كيكبر الميرينوس ما كيبقاش يتستهلك من طرف الجزيره في اسبانيا وما تنساوش مثلا اسبانيا واليونان والدول اللي كنجيبو منها عندها واحد الفئه اخرى اللي هي الحلوف كياكلوه اكثر يعني عندهم المستوى الاول هو الحلوف يعني كياكلوا الحلوف ملي كيوصلوا والحولي كياكلوا واحد القيمه واحد الحولي اللي صغير يعني تتكون الجوده ماشي الجوده ديالو طري بزاف في اللحم ديالو صغير 34 كيلو انتما كتشوفوا الاثمنه قدامكم دابا الثمن ديال 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 34 ما دايرينش ليه بشحال الكيلو علاش حيت تيقول لك كيهرس دقدق معاك باللغه ديال السوق كما كنقولوا علاش حيت كيولي ما كيتستهلكش في السوق الداخليه بزاف وكيولي كيكونسومي بزاف الماكله داكشي علاش كيدقدقوا معاك ولكن باش نعطيو حقهم هاد المستوردين حتى هما هاد العام هذا اسبانيا عرفت ان اللي كيبيعوا الحواله عرفت ان الدوله المغربيه او وزاره الفلاحه في المغرب عطات دعم لهاد المستوردين يعني ملي كيجيهم من المغرب كيجي كيمشي عنده كتجي ديك العقليه ديال الكساب الاسباني كيقول لك انت واخد الدعم غندير فيك ما بغيت وطلعوا في الثمن رغم انهم طلعوا كيتشكاو وكيبكيو ملي كيدخلوا هنا كيربحوا راك معفيهم الضريبه ومعفيهم بزاف الاشياء وواخد 500 درهم والفضيحه الكبيره عندي انا هما دوك الناس اللي كسابه المغاربه حيت العام اللي فات واحد وجد لك الحواله وعطاهم لك وكبرهم ووكلهم وشربهم وملي جا باش يخرجهم للسوق ما شافتش فيه كاع وزاره الفلاحه حتى شي رؤيه من غير داك الدعم ديال ديال ديال
ديال الشعير اللي كتعطيه ديال 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 العلف، كيقول انا ما عنديش ضمانات نزيد نبقى نربي ونضرب تماره عام كامل ويجي واحد كان ناقص ويفيق يمشي يجيب الحواله. كنوا اكيدين ان الكسابه 35% ديال العام اللي فات ما داروش الحواله هذا العام، وهذا العام هذا عاوتاني واحد 50% غتوصل ديال الكسابه، وكنوا اكيد هما اللي غيضروا باش نبقاو غاديين بهذه الوتيره هذه تنوصلوا للدلاح المغربي ما يبقاش نتسوقوا ليه ونبقاو نجيبوا الزريعه من دوله اخرى. كذلك الحواله ما يبقى عندنا حتى شي حولي مغربي بنيكيلو السردي والتم حدايته يمشيو يتلاحوا ونجيبوا اسباني هو اللي بدا يعمر لنا السوق. غدا ولا بعد غدا يكون شي مرض في اسبانيا ولا اسبانيا ما تبغيش تبيع لك مغاربه ما يعيدوش مين تعرفش تهضر يقول لك حكومه الصمود. باش بغينا الاغنياء وتبقى الفقراء. غادي نختم كلامي بواحد التدوينه ولا واحد الكومونتير صيفطوه ليا من واحد الفيديو ديالي من شاب اسبانيا نتوما كتشوفوا فيه كياكد المعلومه اللي كنقول، وانه فعلا تمنى شحال داير في اسبانيا وهو عايش في اسبانيا. ما غنسوقش واحد عايش هنا وكيتخلص.